بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي حقيقة دوران الأرض؟ حقيقة هناك فئة لا بأس بها من الناس يعتقدون أن الأرض مسطحة. أنا حتى الآن شخصياً لم أفهم ما معنى أرض مسطحة. نحن نعلم أن هناك من خلال علم الهندسة أنواع للسطوح. لدينا سطح منحني كهذا، لدي سطح مستوي كهذا، وهذا سطح منحني أيضا، لدي سطح أسطواني مثلا كهذا، سطح أسطواني، لدي سطح مثلا هرمي، سطح متعرج. أما أن نقول شيء مسطح لا معنى له، لا علميا ولا هندسيا. الله تبارك وتعالى عندما يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أي كيف مهدت وسويت على عكس بقية كواكب المجموعة الشمسية. يعني مثلا اصعدوا إلى القمر، اصعدوا إلى المريخ، إلى المشتري، تجدون فوهات براكين، تجدون وديان، تجدون أرض يعني غير قابلة للحياة، غير ممهدة. فالكوكب الوحيد المسوى والممهد، يعني أنت لديك قطعة أرض تريد تسويتها، تريد تسطيحها، أي تجعلها ممهدة أمامك. هذا الأمر ليس له علاقة بشكل الأرض، هل هو كروي؟ يعني هذه الآية وإلى الأرض كيف سطحت ليس لها علاقة بشكل مربع أو دائري أو كروي. هذه آية تدل على أن الأرض ممهدة أمامنا، فلماذا نستخدمها كدليل على الأرض المسطحة التي هي يعتبرونها مثل قرص معلق في الفضاء من دون قوانين، من دون قانون كثافة ولا قانون جاذبية ولا أي قوانين أخرى؟ فهذا الأمر أيها الأحبة ينبغي أن نفهمه بهدوء، ينبغي أن ندرس مبادئ علم الفلك. هو علم قائم بذاته، علم الرياضيات، علم الفيزياء الفلكية. قوانين ليس لعلماء ناسا علاقة بها، وليس لعلماء التطور علاقة بها، وليس للملحدين علاقة بها. هذه القوانين أحبتي الله هو الذي وضعها. يعني أنا عندما أترك شيء أتركه يسقط، هناك شيء يجذبه، سرعة السقوط وقيمة هذا السقوط وقوة السقوط أو قوة الجاذبية، هذه يحددها قانون اسمه قانون الجاذبية، فيه ثابت اسمه تسارع الجاذبية الأرضية. هذا ثابت فيزيائي ليس لأحد علاقة به، الله هو الذي وضعه. فعندما ننكر وجود هذه القوانين كأنما ننكر وجود قدرة لله يحكم هذا الكون بنظام، ليس عشوائي أيها الأحبة، هناك نظام في الكون. فأنت عندما تريد أن تنظر إلى هذه الأرض ما هو شكلها؟ أولا ما هي القوانين التي تحكم الكون في البداية؟ الله تعالى خلق كل شيء بقدر، قال عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، أي بنظام وقوانين وبتقدير محكم. هذا هو المعنى، لا يوجد عشوائية في خلق الله عز وجل. أبسط دليل أيها الأحبة أعطيكم إياه بسرعة، هل تؤمنون بما يسمى GPS أو نظام تحديد المواقع العالمي الذي يستخدمه جوجل؟ من لا يؤمن به يستطيع أن يدخل إلى موقع جوجل وينظر إلى خريطة الأرض
الكروية بمسافاتها بدقة، يعطيك المسافات بين أي نقطتين بدقة، ثم تستطيع أن تنطلق بسيارتك من أي مكان تريد إلى أي مكان، وستجد أن الأماكن ذاتها التي تمر بها هي المكتوبة على خريطة جوجل، وستصل إلى المكان المحدد. إذن كيف؟ أنا أعتقد أن جوجل يخدعني، لا يستطيع أن يخدعني، لأنني بالفعل أصل إلى هذا المكان. هناك تستطيع أن تنتقل من دولة لدولة عبر البحر، عبر الجو، عبر البر، وتستخدم موقع جوجل وسوف تصل. إذن ما الفائدة من إنكار شيء نحن نراه وشيء نلمسه؟ طيب هذا القمر الصناعي الذي ينقل لك موجات الإنترنت، أنت الآن تشاهدني الآن، سواء عبر تلفزيون، عبر إنترنت، عبر أي شيء آخر، عبر موقع إلكتروني. هذه الموجات كيف تنتقل؟ لا يكفي أن تقول إن علماء وكالة ناسا يخدعوننا وانتهى الأمر، هذا كلام عبث أيها الأحبة. ينبغي، القرآن أمرنا أن نتفكر ونتدبر، أمرنا أن نعقل، أفلا تعقلون؟ هناك عقل ينبغي أن نستخدمه، لا أن يأتي شخص من أمريكا ومجموعة أشخاص يريدوا أن يشوشوا على الناس ويضلوا هؤلاء الناس فيروجوا لأفكار غير صحيحة، فنأتي نحن المسلمون ونتلقف هذه الأفكار. لا ينبغي ذلك، ينبغي أن نقرأ ونتأمل ونتدبر العلم ثم القرآن، لأن القرآن دائما يأخذك من الكون وتنتهي بالقرآن. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني تأمل في الكون ستدرك أن هذا القرآن هو الحق. أيها الأحبة، من الدلائل التي تقول لنا إن الأرض كروية أن هذه الأقمار الاصطناعية التي تنقل لنا الإشارة الكهرومغناطيسية التي نتواصل بها عبر أجهزة الموبايل، عبر الإنترنت، عبر الفضائيات، عبر الراديو، عبر موجات لاسلكي، عبر ما يسمى بالبرقيات وغير ذلك، هذه الموجات كيف تصل من أقاصي الأرض إلى أقاصي الأرض؟ تصل من خلال هذا القمر أو هذه الأقمار الاصطناعية. هذه الأقمار الاصطناعية أيها الأحبة لا تستطيع أن تحلق هكذا في الفضاء من دون قوانين. يعني أنا لا أستطيع أن أضع شيئا هكذا في الفضاء وأتركه مثلا ثابت فوق أرض مسطحة، أتركه هكذا دون أن يقع أو دون أن ينفلت باتجاه الفضاء الخارجي. ما الذي يجعل هذا القمر الصناعي مرتبطا بالأرض وبنظام محدد دقيق جدا؟ قوة الجاذبية أيها الأحبة. هو القمر الصناعي يستفيد من جاذبية الأرض في أن يبقى في مداره حول الأرض بكل بساطة، يعني قوانين واضحة. والعلماء تمكنوا من وضع قوانين دقيقة تستطيع بها أن تتنبأ بكسوف الشمس. يعني العلماء عندما يخبروننا أن هناك كسوف للشمس يوم كذا الساعة كذا، وسيكون كسوف كل في منطقة محددة وكسوف جزء في منطقة محددة، ثم ننظر بالفعل نرى ذلك. طيب ما الذي فعله العلماء؟ كيف علموا ذلك؟ أصحاب نظرية الأرض المسطحة لا يستطيعون أن يخبروننا بموعد كسوف بناء على حساباتهم، لأن ليس لديهم قوانين أصلا يعتمدون عليها. هم يقولون وكالة ناسا تخدع الناس، لا يوجد قوانين، لا يوجد كذا، يريد أن يضلك. هؤلاء يريدون إضلال الناس أيها الأحبة. العلماء، علماء الفلك، استطاعوا التنبؤ بموعد الكسوف بناء على حركة الأرض حول نفسها وحركة القمر حول الأرض وحركة الأرض والقمر حول الشمس. لديهم قوانين محكمة،
كل 365 يوم وربع تقريبا الأرض تلف لفة كاملة حول الشمس هي والقمر، وكل 27 يوم وثلث تقريبا القمر يلف لفة كاملة حول الأرض، وهكذا. فمن دون هذه القوانين سنصبح في حالة فوضى أيها الأحبة. هذه القوانين موجودة قبل وكالة ناسا على فكرة، يعني وكالة ناسا كم عمرها؟ لم تكن قبل 500 سنة مثلا، لم تكن موجود شيء اسمه وكالة ناسا. هذه وكالة حديثة أنشئت، طبعا لديهم إضلال للناس، لديهم خداع، نحن لا ننكر ذلك، ولكن في مجال القوانين الفيزيائية لا يستطيعون أن يخدعوا الناس. لماذا؟ لأن هناك قوانين، هناك ملايين العلماء الذين درسوا هذه القوانين، لا يستطيع عالم أن ينكر ذلك. ثم لاحظوا شيئا معي أيها الأحبة، لدينا في العالم اليوم ملايين من علماء الفلك المتخصصون في علم الفلك والفيزياء الفلكية وغير ذلك والرياضيات وكذا، ليس لدينا عالم فلك معتبر يستطيع أن يقول إن الأرض مسطحة. لماذا؟ لأنه سينكر كل القوانين الموجودة التي تحكم الكون التي الله وضعها عز وجل، سينكرها، وبالتالي لن يستطيع أن يبرهن على ذلك، سينكر أنه عالم أصلا، سينتقل إلى الفريق الجاهل الذي يروج لهذه. هي ليست نظرية طبعا ولا فرضية، هي خرافة، خرافة الأرض المسطحة. إذن أيها الأحبة، في لقاء قادم لكي لا أطيل عليكم، سوف نتعرف على الآيات القرآنية التي تثبت أن الأرض بالفعل شبه كروية بيضوية، وأن هذه الأرض لها حركة معقدة في الكون، وكيف أن العلماء استطاعوا أن يكشفوا أسرار هذه الحركة ويقيسونها بدقة بشكل يشهد على وجود خالق منظم للكون، ليس عشوائي. الذي خلق هذا الكون هو خالق عليم حكيم، لا يحكم عشوائيا بل وفق قوانين محكمة، كما قال تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه عليم حكيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.